نشكر فيه ولاة الأمر على تسييرهم مثل هذه الرحلات ومثل هذه البعثات، أسأل الله أن يحرم وجوههم على النار. فقد ثبت في الخبر الصحيح: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فنسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه ألا يحرمنا هذا الفضل، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار في هذا اليوم العظيم.